في أفغانستان اكتسبنا من الخبرات التنظيمية والسياسية والعسكرية ما لا يمكن أن نكتسبه في أي بلد آخر. نتيجة هذه ساحة جهادية مفتوحة. أسامة بن لادن فكريا وشرعيا هل كان عميق في المسائل الفقهية والعقدية وغيرها؟ أسامة مش تكفيري، أيمن تكفير، أيمن القطبي بيعتني فكر سيد قطب وأنا مختلف معه. كنت أقول له فكر سيد ده فكر، قلت له سيد قطب ده مجنون. قلت له انا مش عاوز اقول لك سيد قطب ملوش فكر او فكره منحرف، ده راجل مجنون، واحد مجنون كتب كتاب، ده بيقول على كل المسلمين اللي بيقول لا اله الا محمد رسول الله، بيأذنوا واللي بيدخلوا الجامع كفره. ومن مين المسلم؟ عاوز افهم انا اذا كان ربنا في القران قال ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، ده بقى اللي بيحج ويصلي ويأذن ويدخل الجامع كافر، جاب الكلام ده منين؟ ده يتجنننا اصلا. وانتم مؤمنين بيه؟ انتم مجانين زي السعوديين اللي كانوا موجودين في أفغانستان، لو تعطيني انطباع عنهم كيف؟ هم السعوديين مشكلتهم في الفكر ان هم الشرك الأصغر بيعملوا شرك أكبر. يعني لما واحد يروح عشان السيدة زينب يدي عند السيدة زينب ده كافر، ده جاهل معايا؟ واحد مثلا معلق حزازة ولا ده كافر. ده من ناحية الدينية يتم قيادتهم لأن هم سزك في الناحية الفقهية والفتاة والحاجات دي غلابة جدا. مقارنة بمين؟ مقارنة بالمصريين طبعا معايا. يعني أنا كنت أتعجب من سذاجتهم في الأمور الشرعية، بس هم من ناحية الإنسانية من أفضل الناس صراحة يعني، وأكرمهم وأشجعهم. الأفغان كانوا يخافوا منهم جدا لأن هم شجعان صراحة ومقاتلين، بس سزك في العلوم الشرعية غلابة جدا. تعرف يعني أسماء سعودية قابلتها هناك؟ لا كلها كنا بقى أبو فلان وأبو علان وأبو تلتان، وبعدين بقى لسنين يعني. بس أسماءها العادية ما تعرفها؟ غالبا ما أعرفهاش يعني. بس هم كانوا معظمهم شباب صغير. هل كان في نساء يقاتلون معكم هناك؟ لا لا أبدا. يشاركون في الطبابة في؟ ولا في الطبابة، يشاركوا في الخناقات ويجيبوا لك مشاكل ووجع دماغ اللي جابوك في أفغانستان ولا في العالم؟ في العالم، يخلوك تسيب أفغانستان وترجع.